حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين ما بدي أفهم شو آخرتها. ما صار شي، شو بده يصير يعني؟ فوتي نامي. وهذا الإزازة اللي بالأرض؟ فلتت الكاسة من إيدي وانكسرت. بسيطة ولا يهمك، انكسر الشر. طمني إن شاء الله إيدك ما صار لها شي. لا سليمة ما في شي. طيب روح أنت هلا على الصالون لبين ما لم الإزاز أنا من الأرض. أم راتب، بعد ما تخلصي تكنيس عملي لي فنجان قهوة. قهوة؟ صارت الساعة 12 بالليل بدك تشرب قهوة؟ ايه بدي اشرب قهوة حتى لو صار الساعة 4 الصبح. انت خدمة رأي شي؟ طيب لا تعصب، هلا بساوي لك قهوة تكرم عيونك. يلا روح. تشرب القهوة على الواقف؟ بتصدقي انه نسيت حالي واقف؟ شبك براتي؟ شو صاير معك؟ بالعادة انت من الساعة 9 بتحط راسك وبتنام. صحيح، بس ما عم بقدر نام يا مراتب، قلقان كتير. خير ابو راتب؟ في شي؟ احكي لي. قلقان مشان 50,000 ليرة. انو 50,000 ليرة؟ ما بتتذكري ال50,000 ليرة اللي اخذناهم من جارنا ابو غانم وقد دفعنا براطيل لدائرة المشاريع؟ ليش لهلأ ما وفيتوا ياهم؟ ومنين بدي وفيهم؟ معي ما وفيتهم؟ شوفت عينك الحالة دائرة ومصاري بين ايدي ما في. ايه وبعدين؟ ما بعرف يا مراتب، ما بعرف. ابو غانم مزنوق على المصاري، بخش بدني عم يطالبني بالفوتة وبالطلعة، وأنا بقول له هالكم يوم وتكرم عينك، وهالكم يوم ما بعرف شو بدي ساوي. منين بدي وفيها هون؟ طيب شو رح تعمل هلا؟ ما بعرف يا راتب. لا فوق كل الشيء طالبني بالمصاري بطريقة غليظة كتير، طريقة وقحة، بس أنا دقيت إيدي على صدري ومسكت على شواربي وقلت له خلص بكرة من كل بد بيكون المصاري عندك. طبعاً وما معك تعطيهم بكرة؟ إيه لو معي كنت قلقت كل هالقلق هاد، كنت شفتيني مدفوس بفرشتي ونايم، مالي سهران لهلأ. الله يصلحك يا أبو راتب، أنت لما وعدته ما فكرت من بدك تدبر له المصاري؟ قلت لحالي بتدينهم من شي واحد وبعدين بوفيهم، بس ما زبطت معي بنوبي أم راتب. دي بسيطة أبو راتب ولا يهمك. بس بتقلي بسيطة؟ قال بسيطة. عم قلك اتطمن، أنا رح حل لك ياها. شو رح تعملي يعني؟ طول بالك وإن شاء الله ما بيصير إلك الخير. ألو، أهلين، مساء النور، مين عم يحكي؟ أنا جارتكم أم راتي. دخيلك لا تواخذني لأني عم بحكي معك بوقت متأخر. لا بسيطة، بس غليتي قلبي. خير اختي ام راتب؟ اخي ابو راتب صاير له شي؟ لا الحمد لله منيح كتير، اطمن ما في شي، بس مسكين قلقان كتير وطاير النوم من عيونه وراكبه الهم. هلا اذا طاير النوم من عيونه بتتصلي فيني بنص الليل وبتفقسيلي نومتي انا التاني؟ بترجاك ابو غالي لا تخطف الكباية من راس المعون، الزلمة قلقان كتير مشان 50,000 ليرة اللي وعدك يدفع لك ياهن ومسك على شواربه. اها ايه هلأ فهمت عليك. بقى من بعد اذنك اذا ممكن تعطيه كم يوم مهلة مشان لحتى يقدر يدبر لك ياهن، ونحن منكون كتير ممنونين لك.
يعني ما قدر يدبر شيء نهائيا؟ لا والله يا ابو غانم، المسكين عمل جهده كثير بس ما تدبر معه شيء منه. طيب ماشي الحال، راح استنى عليه يومين تانيات. كتر خيرك ابو غانم، فعلا انك شهم، تصبح على خير. وانت من اهله. ارتحت هلا؟ اي معلوم ارتحت، لانه هالقصة كانت قاعدة على قلبي مثل حجر الطاحون. هلا الواحد بيقدر ينام وهو مرتاح. يلا اطفي ضو الصالون والحق لي لشوف. اي على راسي. شو هالطبع اللي فيك؟ ليش تشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة؟ 100 مرة قلت لك لا تشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة، ما في فايدة. مشكلة كبيرة يا ام غانم، مشكلة كبيرة. خير، شو المشكلة؟ قومي اعملي لي فنجان قهوة والحقيني على الصالون لرجلك. حاضر. تشرب القهوة وانت واقف؟ بتصدقي انه انا نسيت حالي واقف؟ خير، شو المشكلة؟ شو اللي مفايقك بنص الليل؟ هلا اتصلت مراتي وقالت لي انه جوزها ما بيقدر يوفينا ال50,000 بكره. ايه وشو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ ان ما قدر يوفيك اياهم بكره بيوفيك اياهم بعد كم يوم، ما رح يهرب. صحيح، بس المصيبة انا وعد ابو عاصي اوفي ال40,000 ليرة تبعاته. الو 40,000؟ لك شو نسيتي انه ديانت من ابو عاصي 40,000 ليرة من شان ادفع اكرامية للبلدية؟ ليش لهلأ لسه ما وفيتو اياهم؟ كنت وعده بكرة اوفي اياهم. يا سواد وشي قدامك يا ابو عاصي، يعني فوق ما الزلمة لباني وعطاني مصاري بروم انا بكافيه بالتطنيش والمماطلة؟ والله عيب عليك يا ابو غانم، والله عيب عليك. مو انا يلي بيعمل هيك، مو انا يلي بيعمل الفصول الناقصة. بالفعل هالقصة طيرت لي النوم من عيوني. خلص أبو غانم، ولا يهمك، الشغلة محلولة. شلون محلولة بقى؟ هلأ بتشوف، ناولني هالتليفون لإلك. هلأ مع مين بدك تحكي بعد نص الليل؟ هلأ شو بدك أنت؟ أعطيني هالتليفون، هات. تفضلي. ألو مرحبا أبو عاصي. أنا أم غانم. شو هالحكي؟ كنت نايم بالظاهر ما هيك؟ بعت لي حما فيقتك من نومك. لا لا ما في شي خير إن شاء الله، بس أخوك أبو غانم ما عم يقدر ينام مشان هال40,000 ليرة يلي وعدك يوفيك ياهم بكرة. والله المسكين ما تأمنوا معه، الله وكيلك عمل المستحيل حتى يدبرون، كل جهده طلع فافوش. بقى شو كنت عم أقول لحالي؟ يعني إذا بتقدر تصبر عليه كم يوم بس تانيات 100% حيأمن لك ياهم. إيه وهو كذلك. تصبح على خير، سلمني على أختي أم عاصي. الله معك. شفت شلون؟ هي انحلت المشكلة بكل بساطة. يعني قبل أجل موعد كم يوم؟ إيه قبل. قوم اطفي لي هالقضية خلينا نعرف ننام، راسي وجعني. طب شو عنو مبلغ؟ ال10,000 اللي دفعتهم بطيل المالية. مرحبا أخي أبو رائد. العمى على هالمصيبة، شلون بدنا ندبرهم هدول؟ ليش على الكتون؟ مرحبا اخي يا مبلغ، دخيلك لا تاخذني، بس ان شاء الله المبلغ رح اوفيك اياه بعد كم يوم. يعطيك العافية يا زهير. الله يعافيك، اهلا وسهلا. اخ اخ شو تعبت اليوم يا ام زهير؟ افتصت هلكت هلكان، لا وفوق منا حر وشموس وقلة فلوس ومعاشرة تيوس. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. حط لك تاكل ولا لسه بكير؟ لا شكرا، مالي جوعان. اكلت بالسوق سندويشتين فلافل وعم يعذبوني بالهضم. الله وكيلك نزلوا فوق معتي مثل صبة البلوك. يخرب بيت الفلافل شو طيبة وسئيلة. لكن قوم غسل وغير اواعيك وارتح لك شوي. هلا بقوم، بلشنا بالملاحظات، خليني القط نفس بالاول.
شو عم تساوي انت؟ شوفي بقلب الصينية؟ عم نقي شوية برغل لأني ناوية بكرة أعمل لي لقمة مجدرة. يعني في قدامي صبة باطون تانية. ماشي الحال. الحمد والشكر لك يا رب على كل حال. والله زغت عيوني، رح تطلع روحي من هالشغلة. لك أنا مزهير. الكبر عبر. شو مفكري حالك صبية؟ معلوم، صبية ونص، بس أنا لازمني كزلوك. بتعرف لو حاطة كزلوك كنت نقيت كل هالبرغلات بنص ساعة. دخيلك، شو بتحبي البهنكة والبحترة؟ هلا صار الكزلوك بهنكة وبحترة؟ إيه طبعا، نحن يا أم زهير حق اللقمة يا دوب عم ندبرها، بقى شلون بدنا ندفع حق كزلوك؟ شو وين الأولاد؟ راحوا مع أختي نظمية. خير إن شاء الله. شو أخذهم لعند نظمية؟ أبو زهير، شو نسيت؟ اليوم عيد ميلاد بنتها سارة. لوك 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 لوك، الله يصلحك ويهديك على هالفصل يا أم زهير. يوه أنو فصل؟ يعني كان ضروري تبعتي الأولاد لعند نظمية؟ خطي، خليهم ينبسطوا شوي بالحفلة وياكلوا أكلات طيبة. ما اختلفنا، بس يا أم زهير مو لازم نفتح عيونهم على هيك شغلات. لك بكرة بيتفسدوا بيصير بدهم عياد ميلاد وحفلات وقوالب جاتو وشمع مثل أولاد خالتهم. فظاعة أنت التاني، شلون بتحسبها؟ والله ما خطر على بالي هالشي. معلوم بدي أحسبها، يعني مالك شايفة كيف حالتنا صايرة بالويل وما عم نلاقي لقمة يومنا؟ ماشي الحال، الأمل بالله عز وجل. أمي أمي افتحي لنا هالتلفزيون حتى نفرفش قلبنا بشي غنية. أمي يا الله. على أنو محطة حط لك؟ ليك والتانية، ليش بتجي عنا غير هالمحطة؟ لك بعدي بعدي هيك عن التلفزيون أشوف شو طالع. ليش فيك العادة بتشعل التلفزيون وبتوقفي قدامه مثل خيمة شباط؟ أو ظني حالك شفافة كتير؟ هاي بعدنا؟ أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم ببرنامج شلفها شلف ورباح الألف، في عنا جوائز قيمة كتير للجمهور الحبيب اللي عم يتابعنا بالبيوت، والجائزة الأولى هي عبارة عن مبلغ 25,000 ليرة. شو؟ 25,000 ليرة؟ وطبعاً هالجائزة رح تكون من نصيب أول شخص بيوصل لعنا على الاستديو، بس على شرط إنه يكون من مواليد هذا اليوم بالذات. رح أعيد مرة تانية، أول شخص بيوصل لعنا على الاستديو من مواليد 20/8 بنقول له هابي بيرثدي تو يو، بنناوله له 25,000 ليرة هدية رمزية من البرنامج. نبقى مع الفاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا. والله المبلغ محرز يا أم زهير، يعني 25,000 ليرة مو قليل منوب. ايه نيالي اللي بيطلع هالمبلغ من نصيبه. اي والله نياله رح يجرخ ويرخ ولا على باله. لك ابو زهير، مو انت وساره بنت اختي مواليدكم بنفس اليوم؟ شو بنا انا وخساره؟ انا وساره بنت اختي؟ اي والله مزبوط، اليوم عيد ميلادها لساره، لكن ليش انا بعت الاولاد لعندها؟ ايه وشو فيها؟ واذا بعتي الاولاد يعني؟ يعني اليوم عيد ميلادك انت كمان، يعني انت من مواليد هذا اليوم، يعني من مواليد 20/8. شو هالحكي؟ بربك عم تحكي صدق؟ لك انا واقفين اتاكد من الهويه بالغرفه الثانيه. يلا انا مواليد 20/8. لك 20/8 يا ام زهير. يا سلام فرصت. يلا طوفني مشان تنحق الكود بسرعه. لك شو انا لساتك واقف؟ لو بدي اركض على التلفزيون لوين؟ بس شلون بدي اروح على التلفزيون؟ التلفزيون بعيد كثير وما بلحق اروح مشي. لك يلا بلاها هلا. لك شو بلاها هند الثاني؟ يلا الله بعدي اسمه بعت لك ليه انا مستمك ولسه بتقول لي بلاها وبوشك عند ابو وضاح جار مسعير من عنده شيطان. لك اركض يلا. ايه واذا ما بده يعيرني؟ لك يلا لا تضيع وقت بوز ايدك، خلصني بعد فور لي دمي، خلصني 25,000. خلص طيب طيب رايح رايح ولا يهمك. 25,000. شو هالحكي يا ابو زهير؟ هلا انت بدك تطلع بالتلفزيون؟ ايه ايه بدي اطلع، بقى يجبرك ربي تعيرني هالطعم الزيتي اللي عندك. هلا فهمني بالاول، ليش بدهم يطلعوك بالتلفزيون؟ ليكون برنامج مع العتالي بده يعمل معك لقاء. هلا برنامج مع العتالي رح يترك عتالة البلد كلياتها ويلحقني الي؟ لكان شو القصة فهمني؟ لك يا اخي القصة وما فيها انه اول واحد من مواليد 20/8 بيوصل على التلفزيون بياخذ 25,000 ليرة. لعم وليش لا يعطوه 25,000 ليرة؟ شو عمل؟ لك برنامج مسابقات، هاد عجل مشان الله. ايوه هلا فهمت، يعني انت من مواليد 20/8؟ بالضبط، مالك شايفني قديش ملهوج؟ والله نقشت معك يا ابو زهير.
ولك هلا خلصني ابو وضاح يستر عرضك، الوقت عم يضيع من بين ايدينا، بدك تعير الطعم ولا لا؟ ولو تكرم عينا بعيرك يا، بس لحظه واحده لشوف مواليدي، بلكي انا تاني طلعت من مواليد 20/8، ساعتها انا ابدا منك بالطعم. شوف بسرعه وخلصني مشان الله برماه يصغى. حاضر. يخرب بيت الحظ، العمى شو حظي معتها، يعني لولا شوي كنت ربحت 25,000 ورقة مثلي مثلك فرشكل. ليش هو مواليدك انت؟ 10/5، يعني فرقت 3 شهور و10 أيام، شايف على الحظ. بسيطة أبو وضاح، خيرة بغيرها، خلصني هلأ ببوس إيدك. شو قلت مشان الطعم؟ ولا يهمك، رح أعيرك الطعم، بس لا تنسانا من الحلوان ها. لا ولا يهمك، وقلك علي أول ما أقبض جيب لك صدر كنافة نابلسية. تكرم عينا، تفضل سيدي تفضل. شو رأيك؟ منيح حالك؟ ايه ممتاز، يلا روح. بس حاسس كأنه صغير علي شوي. لا لا ماشي حاله، يلا اركض بسرعة يلا. يلا يلا رح اركض. أبو زهير خد تاكسي لف مهيصة، لحق حالك. يا اخي ليش هيك واقف بنص الطريق؟ كنت روحتك لولا لطف الله، لانه شوفاتي على قدها. بسيطه بسيطه، حصل خير، امشي بسرعه. من اولها لا تشترط علي، الله يرضى عليك، انا بمشي امتى ما بدي ووقف امتى ما بدي وين ما بدي. ولك اخي ماشي الحال ماشي الحال، المهم امشي هلا خلصني دخيلك. ما بحسن بمشي يا اخي، ما بحسن بمشي، لا نتفق بالاول. لا حول ولا قوه الا بالله، على شو بدنا نتفق يا اخي؟ اللي لوين مشوارك؟ هات لشوف. على التلفزيون. تلفزيون؟ ايه؟ عداد ونص لكان. ماشي الحال ماشي الحال، بس تهون خلصني يستر عرضك. دخيل عينك ابو الشباب، اسرع لك شوي، ليش ماشي على بيض؟ لعب شو منك يا اخ؟ والله ما بقدر اسرع اكثر من هيك. ليش بقى؟ صحن الدبرياج عطلان معي، وهيل السيارة مقطوع مثل ما لك شايف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من بين كل سيارات التاكسي بالبلد الله ما جمعني إلا بهالسيارة المهرتكة، أمنت فيك يا ربي. لا تقول مهرتكة، الله يرضى عليك، حسن أنفاسك، لأنه السيارة هي اللي مو عاجبتك رحت فيها على راس البسيط ورجعت وأنا مروق ومكيف فيها كتير. دفعوا لي فيها مبارح 450,000 ليرة وما بعد. هلا هي حقها 450,000؟ إيه. وين عايش أنت حبيبي وين عايش؟ والله سوق السيارات صار مثل سوق البورصة تبع نيويورك. ليش صفيت السيارة على اليمين؟ لنشوف هالأخ وين رايح، طيب الشمس واقف. صبرون جميل وبالله المستعان. اللي وين طريقك أخي؟ رايع تجارة معلم. نحن رايحين على ساحة الأمويين، بوصل الأخ على التلفزيون بعدين بوصلك وين ما بدك، تكرم اطلع. لا معلش تيسر. اصطفي هاي دقني إذا حدا بيوقف لك، خليك بهشموس خاطرك. خير شو صار؟ ايش بتعرفني؟ يمكن فرط هذا سحن الدبريات على الاخير. ايه شو يعني؟ يعني ما عادت تمشي، تبسمت بارضها، روح دبر حالك يا اخي بشي سيارة ثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. دعمي وين رايح؟ نعم. ما بدك تدفع لنا؟ العداد مسجل 40 ليرة، يعني طلع عليك 60 ليرة، اسمح لي. تفضل اخي تفضل. قسما بالله لو ما كنت مستعجل، لكن المشكلة اني مالي فاضي، اخذ واعطي معك، تفضل اخي. مهونة. مع السلامة. سك
سكر الباب اذا سمحت. يعطيك العافيه. اهلين. الله يعافيك. ليش مغير خطك؟ الله وكيلك نازل تصليح. اذا نازل تصليح ليش مطلع معك ركاب لكان؟ كلهم كم راكب لقيناهم على الطريق لحالي بنزلهم معي خطاي. نزل ركابك وهات ورائك والحقني لكان. شرفوا انزلوا يا شباب. لوين بدنا ننزل؟ حجزوا لنا السياره سيدي. شرفوا. يا اله العالمين صبرني على بلواي ولا تفقع لي مرارتي قبل بوقت دخيلك. دخيلك يا ربي. انزل خلصنا خلينا ننزل. قوم علينا. الله يعافيك. على التلفزيون لو سمحت بس بسرعه خلي لي اياك. تكرم عينك. حضرتك مو مذيع بالتلفزيون؟ ايه مذيع وعندي طلعه على الهواء هلا. عبولة الوش مو غريب علي. لك مو انت اللي بتقدم برنامج مع الكادحين؟ ايوه انا بذاته. بسرعه يخلي لي اياك. اسمح لي لك استاذ انه هالبرنامج مو كل العد، يعني لا تؤاخذني معدت كثير وما حبيت لك يا ابدا. ونحن هيك حاسين، مشان هيك رح نغيره كله. شو رح تسوي غيره؟ عندي برنامج جديد اسمه مع الشوفيريه. يقبرني ربك، هذا البرنامج بينشاف، بس الله يجبرك لا تنساني. بشو ما بدي انساك؟ من المقابله يعني، سوي معي مقابله بالتلفزيون، انا شب عجبك كثير. بحكي كثير لساني ما بفوت لحلقي. تكرم عينك ما عمل جهدي. يا اصبح لحظة انا سجل لك رقمي. معلش ابو الشباب بعدين بتسجله، خلينا نوصل هلا. ثواني ما راح اخرك. ليش وقفت هون؟ راح نمشي، بس وقفت عشان اخذ رقم تليفون الاستاذ، ما عرفته؟ الاستاذ مذيع بالتلفزيون تبع الكادحين. مذيع ولا كادح انا ما دخلني. الوقفه هون ممنوعه، بتعرق السير. هات اوراق. لك رح نمشي يا روحي، رح نمشي. انا اللي وقفته الحق علي، زرع بدقنا هالمره. عمل معروف ما حدا بيحكي معك، لو سمحت اعطيني اوراقك. طيب شو عملنا؟ اعطيني اوراقك ولا تاخذ وتعطي معي؟ لا سيدي، ما رح اعطيك ورائي. انزل من السياره خلينا نفهم لك. ايه على راسي. وانزلت من السياره، على شو بدنا نتفاهم؟ انت مخالف. طول بالك شوي. اعطيني وراك. لا حول ولا قوة الا بالله. عم بفهمك بس شويه. هات وراك. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وين يا استاذ؟ لك يا استاذ. اعطيني وراك. لك طول بالك، راحت علينا الرزقة شباب. هات وراك. حاضر. وين يا استاذ؟ لجوا مشان المسابقة. انا المسابقة؟ هلأ من شي ساعة قالوا إنه أول واحد من مواليد 20/8 بيوصل على التلفزيون بيقبض 25,000 ليرة. فهمت عليك، قصدك برنامج شلف الشلف وخد ألف. أيوة هذا هو. إيه أهلا وسهلا، ممكن هوية بالله؟ إيه على عيني وراسي ولو. وين ضاعت الهوية؟ وين راحت الهوية؟ ضيعت الهوية؟ لا بس أكيد نسيانة بالبيت. يعني ما بقدر أدخل بالهوية؟ بلا من دخلك ما في مشكلة، بس ما رح تستفيد شيء. يعني شلون بدك تثبت انك من مواليد 20/8 وما معك هوية؟ بعدين في ثلاثة فاتوا قبل منك واكيد ما رح تلحق. مبروك استاذ. الله يبارك فيك. المعلوم مستهلي كله 25,000 ليرة. سيد قوي حالك. يخرب بيت حظي، يخرب بيته وبيت بيته. لو كان عندي سيارة مثل هي أكيد كنت وصلت قبله.
وما كنت التهجت هاللهجة ونسيت الهوية. أهلين وسهلين أبو الضاع. أهلين أهلين. دخيلك دخيلك. رجع لي الطعم اللي عرضتك يا من يومين. دخيل عينك. ولا يهمك ولا يهمك، إن شاء الله اليوم المساء بودي لك يا علي. لا لا شو المساء؟ اليوم بدي إياه، بدي يطلع على التلفزيون. ليش؟ خير؟ شو في؟ من شوي قالوا بالتلفزيون إن أول واحد بيوصل لعنده ومعه فرنك قديم بيربح 10,000 ليرة. آها، مشان هيك الحارة قايمة قاعدة. لكان عمي، كله بده يلحق حاله. ودخلك هدول كلياتهم معهم فرنكات قديمة؟ لا ما معهم. لكان شو؟ السمان اللي براس الحارة عم يبيع الفرنك ب 200 ليرة. شو هالحكي؟ لكن لروح دبر حالي بشي فرنك قبل ما يخلصوا. لا عم اقول لك ابو زهير، لحظه لحظه.